عليكم الخوت كي دايرين لاباس عليكم نتمنى تكونوا كاملكم بخير وعلى خير ومرحبا بكم على تاني فيديو جديد. المهم الخوت قبل ما نبداو خليوا لي لايك بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم الا درتي لايك راه ما خسرتي حتى شي حاجه وما تنساوش الخوت تفاعلوا مع الفيديو وخليوا لي تعليق زوينه ديالكم كتبوا اي حاجه الخوت المهم هو تخليوا لي التعليق زوينه ديالكم ويلا نبداو. سي ديسك ما عرفتش تبدا كنسرو هو طاح ليه طاح ليه كاع ماشي بي طاح ليه خبرك واحد القضيه ما كاينش شي راجل شافني وما عجبتوش انا ما عجبتينيش لا ما قلت راجل انت شنو دخلك في الموضوع يا لطيف يا لطيف حسن صبي هيك شغلات من قدام بحب شغلات الشباب هيك يا فبعرفش بحس انه هيك بميل للبنات هيك شغلات شو فكرة ترى مني تانيت لا لا دي قصة طويلة استنى بس على فكرة يعني حرام بس يلا احكي فكرة الموضوع هو هيك يعني ما عجب الأدب مش عارف مين ما عجب البنت اللي ما عجب البنت قليلة الأدب والله ما تربيتيش انت معجبة لا انت بتهزر انتي قوم انتي ما اعرف علقت فيك اوكي اوكي كمان علقت فيك بس مثل الاصحاب يعني يعني لا بس انا يعني والله I have feelings for you هيك بحس يعني لا انت والله ما عرفت واش كتهضر نيت بصح ولا هي مطلعه على صاحبتها وصافي شنو بغيتي لي حطيت وردة علاش علاش كتعطينا حنا الورد حيت نبغيهم عطيتها وردة علاش كتحزنك كثير شنو دارت لك برا باش عطيتها وردة حيت حزمت لي الشعور اها مشي زي كتجري خدمتي قريبة ايه من تما انا خويا هو اللي صيفط لك في فيسبوك قلت لي النمره ديالك باش يدوز واتساب وي خويا عرفتك السلام عليكم مرحبا راح حبك الجنة خويا الله يحفظك ليه خويا كيف ما قلت لك بغيت شي صبايبات للدريه فهمتي يلاه تعرفش عليها وبغيت ناخذ لها كادو و بانوا لي صبايبات لعيبات زوينين عندكم قلت نصيفط لك خويا فهمتي ما عارفش انا دوك اللعيبه صيفط لي شي لعيبه اللي كانت مزيانه واخا سيدي مرحبا قولي عافاك غير البوانتيغ اللي كتلبس خويا انا ما عارفش شحال كتلبس فهمتي ولكن عندي واحد التصويره ديال رجليها قلو حالك وشوف مش تقدر تعرف حاشاك هادشي بغيت ندير لها سربرايز فهمتي واخويا رجليها متقدرش تحكي مع التصويره ولكن نصامر شلون غادي نشوف اسمع لي اخويا اسمع خويا هذا ما خصكش صباط خويا خصك تمشي دير لها النقاش خذ لي مشي لها بالرجيل واخويا يا خويا الله يسامحك سمع يا خويا اللي يديري شتي هذا الصباح هذا واش انا خويا راك شكون خارج معاك وقول لها تقاش بلاش قاش ويا خويا الدري عندك رجيلات هبلغ وما خصهاش تبقى تنعس حدا بعضياتهم والله الا زوينه هادي عاوتاني ما عرفتش واش هادو مطلعين علينا نيت والله بصح تيهضروا والله ما عرفت وحك الله واخويا رجلين هما نيت تبارك الله والراجل ما عندوش بحال هذوك الرجل واحد استاذ راني جاي من الجزائر غنجيب لك قرعه ديال الغاز والبترول هديه من عندي شكرا الله يحفظك الله ينورك ولكن انا غنجازيك
غتجيب لي قرعه الغاز والبترول مزيان الله يرحم لك غنجازيك بواحد القضيه زوينه. انا في عوض البترول وفي عوض هذا غنفرق عليك غير صناعه البانه، غنبقى شيك غنبقى غنوكل فيك في البانه ونزيدك بالدلاح. لا ما نعطيكش دلاح بالكيلو، لا دلاح بالكيلو لا والله ما نعطيه لك بالرب، والله الا راك خويا وعزيز عليا غنعطيك دلاح مكموله وغتاكلها كي الغول، غتولي مزند بالصحة وغيولي عندكم أساتذة بحال هذا كي النمر كي السبع بالبيسيب راق. دابا هاد خونا بكثرة الدراري اللي تيكتبوا ليه في تيك توك ومطلعينها عليه تيقلع زاوي بأنه أستاذ ديال بصح، وراه ما أستاذ مسطح مصرير. دابا الدراري ما حدمش يقول ليه أستاذ أستاذ أستاذ، السيد تيقرا صوني تتعبوش أستاذ ديال بصح. طوند البنان لقيتي تاكل أنت اللي تبقى عطاتي لعباد الله. كيفية مرتبط بجوان الصباع على الريق كانت كانت قال لك دابا يتزوج ومرتو غتخليه يقطع البليه، صدق هو بالي مرتو. شوف تبارك الله هاد المتقاعدين ديال الصين عيالات الرجال، شوف البالون وشوف الكونترول وشوف هاد الافلام. حنا عندنا في المغرب راه كيلعب في الضامه ورا عنده تدويزه على الصدر نهار اثنين. شوف كونترول تبارك الله في عمره 66 سنه، شوف هاد الجدي هذا شويه الضربيه، شوف العيالات شوف شويه تعشق هاد ديجو شوف الجهد شوف عندنا 50 عام الله عليك رسول الله. شوف 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 هاد الحاجه هذا هي 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 الكوشيه ما عندش تنصيري. شوف المراه شوف الكونترول شوف يا اللعب ويا البالون ويا الخلع سير ضيم عطيه لك الله يعطيكم الصحه برافو. شويه كان غير يضربنا ما تشوفوش ليا في المعدن ما بقى خويا على ديك الشوفات وعلى ديك المشيات تفش تفش مش تفش سوميه سوميه مجوجه ولا باقا مجوجه مجوجه سوميه عاد وليدات هي عاد شويه قولي قالت لك الكميله ديال البلا شتيها خاطيه كيدولها في العظام وكيمرضها في العظام هي بغات تبارك الله زينه شتيها انت بغات زينه تبارك الله خممت الحاجه شتيها هذاك يسر لها الامور ولا لا غادي يسر لها الامور ان شاء الله فاش ما بغات فاش ما حطيتيها ان شاء الله ان شاء الله خير تبارك الله تخمير في البنت غادي ان شاء الله بغات زينه تبارك الله حيد عليا زعما هاد الناس وحق الله ما تيملكوا بالله لا حول ولا قوه الا بالله. اخطر حاجه هي الخرافات والشرك بالله. ما توحشتك ما توحشتك تفرغ انت بغات الله في راجلها نتوما مالكم. المهم خلصنا دخلت الفيديو كنتمنى يكون الاعجاب ديالكم، الى عجبكم ديروا لايك بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم. الى كنتي من الابطال وصلتي حتى لهاد الدقيقه هادي ما تنساش تشوف هذا الفيديو هذا وشوف هذا الفيديو هذا واشترك في القناه. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو واحد اخر. السلام عليكم.